يلا بينا يلا كلنا يلا بينا مع بعض يلا يلا بينا يلا بينا ما انا بوصل نفسي ماشي مالي النفس ده ايه هتقول لي حد مشجع حاجه مشجع لعبه تاني على على ارضي يا خيبتك يقول لك ايه احلى مش عايزين رغي يا جدعان يعني انت تاخد نفسك فهمت دوكي من الحيوان بيجري في صحراء ست لعيبه حواليه اي لعيب يا ابني بصوتك يا رب ولا مش في حكم بيديني انذارات وطرود وبتكسب انت على كده؟ انذارات وطرود يعني عمر على فكره ممكن ياخد ويت معاك في الكلام انت عشان ياخد انت خدت على عينك ثلاث نقط ما تسمعش صوتك في الجمله بقول لك ايه؟ قول ما تقول اقول لك يا حبيبي مال طب ما تجدع اطرده بقى قول عشان تتحرق ضربة حرة غير مباشرة يلعبها بيكي حتى جميل يا ادري والله انت قول والله ايه عايزين نركز على الخطه دي داو داو طب يا جدعان اللي هيكسب الدور دي الثلاثه التانيين هيعملوا ايه؟ انا هادي الجائزه بتاعتي زراعة الرياضه في مصر لا بجد والله عايزين سليبريشن على فلوس بقى مع انها حرام بس نلعب على فلوس مال الحرام هو اللي بيدوم دلوقتي اه والله طعمه حلو اه قول لي الحمد لله ما جربتوش قبل كده بس ايه بانوي 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 يا جيسي يلا بقى واحده ما تجيبش حلو والله شكلها حلو كده ودي ايه ده بي صح لا احلى كده ده راجع لا تكيره يا سلام يا سلام كنا بنص ملعبه ميسي زبط ده جوه الماتش ميسي يا مر حتى روح ليه بقى لازم عدم معايير ايه ده سان كافانيه يبص يقول اسمه بيطير على كده اوه 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 يا جدعان صلوا حد الله ما الذي يحدث امامنا تصطدم الكره بالعارضه ليه تقول يا امسكناها امسكناها لعبة حرقة وهي مش حرقة بس تسمع بس مستنى شايف ان ايسا مولع الدنيا ما شاء الله وجور هي فيها فكرة لكن ما بس التنفيذ بي بي هلا من يضحك اخيرا يضحك كثير امسك نفسك نضحك اخيرا ولا كثيرا كابتن هيثم ده اقوى واحد فينا انا هشد بقى كابتن راوش شفاط الزمير افتكر شفاط الزمير ده كابتن حاجه في ديزني شفاط السقيخ شفاط الزمير انت بتقول حاجه غلط اصلا وعايز اعرفها اه اتكلم على عمك كابتن اوه 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 اوه
وعمدة غير عن سؤال سريع. قال لك الجمهور اللعيب رقم 12، انا بالنسبة لي بيبقى عمدة ولا رقم 12. مش ده؟ انا اصلا مش مجهد. انا غير دلوقتي اصلا ما لعبتش. انت مش موجود في الماتش بعد اذنك. انت دوري دي واحدة سوري. طب منه غلط؟ هو بقى عزيز رجلها يا عادي. ديجو متعة ما في ديجو من ناحية وقل يوس عليه يا زميل يوس عليه وفتحة ورمية تمام يلعب. انت روشين امي على فكره. انت تتككش بينا بقى يا عم. انت صح. بص هتقعد بقى تكتب. شايف الماتشات كتير. يقعد يكتب والله كده وجو منه جاوبي كام في الكوره منه في الاخر. صراحه دي تاني هجمه. هو عمل كام هجمه؟ كتير. تمام ما خلصش فيهم ده غلط. خلص الكوره جت في العرض وفي جول. ما هو يعني الكوره اللي في العرض دي مثلا يعني كانت يعني تتحسب بجول مثلا ولا مين يا زيد جاب الجول اصلا؟ بس هقول ايه حسن المدفع دي يا بني ولا مفعل ولا مين يا مر ريحك التاني ولا ايه؟ يخلق التاني؟ لا 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 بالعيب شاهدوك. انا والله العظيم انا بص حجني حجني العدوية وانتو بتلعب يجيب عليك محمد تعالي يا جامع ايه يا شوط خلص بعد ايه؟ ممدوح ايه؟ محمود ايه؟ المعلق ده كان حلبة؟ مضبط؟ كان حلبة؟ ده كان حلبة ده محمود بيزار ايه؟ حلبة كابتن المعلق بتاع ايه محمود دوري المصري مضبط مضبط اللي هو رجعوا بقى اللي واقف بره في البلكونة اللي ما خدش باله من اللي حصل واقف بره يقول له القطر الفكة الحديد دخل في قطر العياط العياط عامل ساعات الإبان لك ايه؟ أصل هو كان بالليل هو اللي كان بالليل خطير مرة هو لعب منك ولا منك؟ مفيش أي افتح بقى كده أنا عندي بواسير يا أخي هو واضح يا أخي هو واضح هو مش شايف حاجة بس بقى إيه رأيك بيه افتح السمكة بلقاش الخدمة يا راجل يا كافر بيلين الله حلو يا زميل بيديه على دماغك يا زميل فيه كوميديا المفرزة كوميديا المفرزة هوب تاني ده ايه ده كان هيجيله مز حلوه ده كنسني كان ناس كناسه كناسه بالليل ناسه وقطايف كفايه بقى الله ده العظيم دي خطير يا ابني دراع هو ايه نيمار بيخسس ولا ايه حاسس ان هو جاب الكوره وما كانش لا تعالى ابراهيم بيك حلو التاكلينج يا فيد مستر انا الحين بقول على حاجه مش هتخلص يلا نشعل المباراه اوه متقطع والله متقطع ابراهيم بيتهرب يا ضربهم كواهم
ابراهيمو احرق مرماه. الله يا ابراهيم. بص بص الله يا محمد. هلا الله الله شوف 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 طب نعدي بكرة بعد كورة مني مدرية كورة حفلة الكرات كنسل على ستابل اي كلام فضل بس اللي بيجيب اللي جوان دي اوه والباقي ايه تاخد سجيه بقى دي لاب دي ليه يومك خطير كرة دي خطيرة يلعب كرة دي ها ها رجال مرمى واه كرة ترجع مين اللي هيكسب يا اتش ما تلميش سيدري الله عليك يا اخي اسكت ساك تاني دماغه على الزاويه الله عليك هيثم بدا يهرش نقول ايه بدا يعني بيجيب الجول ايه بيجيب الجول بيجيب بدا يهرش ويعني عمطه هنسيب التبديلات في منتصف الماتش هيعملها ولا ايه؟ نزل مين طلع حرر الذي طعنت لا 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 خطيرة مرة ده من البنا ده انت بص انت قاعد قدام مالكش ده واحد ماسك دي واحد ماسك محمد زقيني على بعض واخد بالك على بعض اتمنى ان احنا بنتكلم بنستنى بتاعته دي يا رب والله انا الله يكون في عونك جدا يا ابني صدري انا لا بلش العوض يا زلمه اهو 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 لكن يخلصها بذكاء كبير ده اتفشك الماتش حد شاف يعمل حاجه معانا يا زلمه بقول لك القلب غالب نيك سيريجو مولع الدنيا سيريجو مين؟ مين سيريجو ده؟ سيريجو مين ده؟ سيريجو كانسل حتك مناك صديق ايه مترو يا رب عندي النهارده في الامتحان موضوع اسم هريت فيه احلى هاري هاري غريب كتبت صفحتين هاري كور صفحتين هاري والله قفل الامتحان بقى قعدت تعمل ايه انا بقى ما بقاش لا والله ما بقاش انا بقى يعني ممكن تشيلنا حاجه والله بقى يا فضيله اسف والله عندي هذه بس
اجري عند المشاهدين نهاية المباراة لصالح فريق برشلونة. ايه تشيب لسه تشيب يا عم.